Cacahuete. شوف يا حليم، انا واخوتي اتفقنا انه نسلمك البزنس تبع العماره. صحيح انت الوسطاني فينا وانا الكبير، بس انا ثور الله برسيمه. لا واضح انت متعلم ومخك نظيف. انا مش بس مخي نظيف وكلي نظيف، بتعرف انه انا بتحمم 3 مرات باليوم؟ بس بوعدك من هاي العماره ومنافعها اللي اعمل لك 5 اسكانات بس من المربح. الله عليك يا عمي، عمي اخوي حبيبي. السلام عليكم. والسلام. سلامة ورحمه الله وبركاته. الله يعطيك يا حبيبي. شو يا حبيبي؟ شو الله يعطيك؟ أنا أكبر تاجر عقارات في البلد كلها، بشتريك وبشتري إسكالك وبشتري البلد كلها. إيه؟ بلاقي عندكم شقق ديكلكس للبيع؟ بأي صرف يا حبيبي أنت؟ بأي صرف؟ روح انصرف. ديكلكس مش عارف تقول دوبلكس، لا بالمرة قول لي ويكليكس. اشتري العمارة. الله عليك، الله عليك يا أخوي حليم. انت هيك اثبتت انك على اول طريق النجاح. إيه. انت مخك نظيف، عشان هيك احنا سلمناك بزنس العمارة. انت عارف انا ثور الله برسيمه، بفهمش بالبزنس ولا نكلة. اركن علي يا اخوي، اركن علي. الله لا بيعك وبليلة. طيب طيب، انت عندك اونلاين بانكيك صح؟ بينك الله ابعث لي الايبان ولحظات الفلوس بتكون عندك. اوكي، هاي 100,000 صاروا عندك، افحص وسلوك. طيب بعينك الله يا شريف، بكرة الحمامات بتنزلهم. بدناش نستنى. انت مش شريف تبع الحمامات؟ مين جورج عز في الأورج؟ ألو 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 ألو. وهي أول 100,000 راحوا لجورج عز في الأورج. على أساس مخك نظيف وأبو المفهومية طيرت أول 100,000، سلمناك بزنس الآن يا بني آدم. شو سويت فينا؟ بيرجعوا يا زلمة، كلها كبسة زر بيرجعوا. يوم يرجعهم. مساء الخير. اهلا. مساء الخير. اهلا. مين حليم؟ تفضل، كيف اقدر اساعدك؟ عندكم استوديوهات صغيره 800-900 متر لواحد اعزب؟ اذا فيش استوديوهات 800-700 متر، عندكم تيوبلس؟ في عندنا شقق تيوبلس، بس احنا متاسفين ما بنأجر اعزبيه. لا استاذ، انا واحد ملتزم، أنا كل اللي بعرفهم في إطار العمل. يعني إذا بدي أسكن عندك يعني في الساعة بتيجي 40-50 صديقة. أنا زلمة ملتزم، هدول بس في إطار العمل، خارج إطار العمل ما في. أجر الزلم، الزلم باين عليه محترم، بعدين إحنا بنيجي بالليل بنسهر عنده بنتسام. أنت اخرس واسكت، فاهم؟ أنت ما يخرب الدنيا إلا أنت. أنا الكبير، أنا الكبير. تأسفين ما بنأجر يا أستاذ. طب سؤال، وين بتلبوا نداء الطبيعة؟ لأنها من أول ما جيت وأنا الطبيعة بتنادي علي من أداء، مش قادر أوقف. تفضل على اليمين. شكرا. تفضل تفضل. ماله خالص؟ أنا داري. شو هذا؟ إيه؟ رئاسة.
يا زلمة هي الرئاسة. اسمع يا حليم، هي فرصتنا يا حليم. الزلمة باين عليه فوق، اوعى يطير منك يا حليم. وين يطير مني يا زلمة؟ اسمع، هذا شكله جاي يشوف العمارة ويستأجرها للرئاسة، شكله رقصهم مكاتب. مشان الله اوعى يطير منك يا حليم. يا زلمة بطيرش مني، بطيرش، خافش. طيب طيب اسمع، شكله بطول في الطبيعة كثير. واضح. يا جاي يا جاي، اركن علي اركن علي. اركن عليك انا. يلا ها، يلا بالإذن. وين بالإذن؟ وين حبيبي؟ الأستاذ اسم الأخ والله نافز، سيد نافز. احنا في عنا شقة تيوبلس سوبر ديلوكس، راح نأجرك إياها أول 3 شهور مجانا لك مع وجبتين غدا. فيها باي بار؟ فيها باي بار وفيها كل شيء. أهلا وسهلا. أنا أهم إشي عندي الباي بار عشان بتعرف مراسلات وأشياء زي. لا لا لا، فيها باي بار فيها كل شيء. على فكرة بالنسبة لموضوع العزابي معلش احنا متأسفين جدا، اصلا احنا غير ملتزمين. استاذ نافز بدك تقلب ديسكو كلب كمان. لا انا كمان ملتزم، يعني الصديقات في اطار العمل، يعني اذا لما اسكن عندكم كل 5 دقائق بتيجي 60-70 صديقه، يعني شيء طبيعي. انا اهم شيء الباي بار عشان التيك توك، يعني بصهر في الليل. ولا يهمك استاذ نافز، العماره كلها تحت تصرف. ولا يهمك. شكله شكله اخو الرئيس برن عليك. هلك هلك، شو بده هذا؟ شو بده؟ رد رد. ايش بده؟ اسمع مشان الله، هو يطير من بين ايديك الزلمه فوق فوق فوق. واضح يا زلمه. وين يطير من بين ايدي؟ لو بحطه في دار. الو ابو خالد، شو بده الرئيس؟ الصبح كنت عنده، انا بدي ضل نايم عنده يعني؟ لاقي غيري؟ خلص قل له بكره بمر عليه، اليوم مش فاضي. ها سلامات. شكلي رايح نروح على الطبيعه كمان مره. ابصر شيء، شو مايكل بضر الرئيس؟ انا خايف الرئيس سمني. تفضل. ايوه تفضل تفضل يا حبيبي. هذاك عين في دار الرئيس. اسمع انا زلمه بفهم بالاسكانات، يعني على الاقل على الاقل وزير الاسكان او يعني وزير الاشغال العامه. انا مش مشكله، انت عارفني انا زلمه مسالم، ممكن ارضى برئاسه وزراء. تزبط رئيس وزراء. وقد اجتمع ابو فتحي المقر الرئيسي. تكلكش يا زلمه، حكيت مع سياده الرئيس امبارح كان نايم. البحث فيها عنده اجتماع طخ، اجتماع في طخ اجتماع. لا يا زلمه تكلكش، كل انه يعتبر الموضوع منتي. حبيبه ابو فتحي برجع لك، انا عندي ناس. هلا تكلكش. اهلا وسهلا. هلا اخ نافز. هلين، شو الاخبار؟ والله تمام. كيف كانت ليلتك في الشقة؟ ان شاء الله تمام، كل شيء تمام. قضيتها في الطبيعة، هذا الحاف ستان بضل يسحل متت. سلامتك سلامتك. سلامتك. أمانة الله، أمانة الله عايز شيء. الله يسلمك. سلامتك سلامتك. الله يسلمك. اخ نافز، احنا هاي الشقة يعني اعتبرناها هدية من العائلة من شركة حليم وأخوانه، ما عاد شاكر. تفضل. لا يا عمي ما فيش داعي. لا لا يا عمي أبدا. لا يا عمي يا عمي والله بتستاهل. لا يا جماعة عمي امسك هاي العقد. لا يا جماعة نافز. لا يا جماعة امسك امسك. لا يا جماعة والله ما في داعي. والله بتفشل لك. لا يا جماعة بتفشل لك. واجبك علينا. يعني هذه طابو ومتنزلين وكل شيء جاهز، ما فيش داعي لا أروح طابو ولا لا لا لا، لأن إذا بدي أروح تاكسيات بدفع حق الشقة، أنتوا عارفين. والمثقفات وكل شيء كله رسوم مدفوعة مثقفات للسنة الجاية على بركة الله. الحارس؟ لا الحارس عليك. وقديش هذا ابو خيط؟ 20-25 في السنة؟ باليوم باليوم. شو يا اخوي خذ هذا الحارس بيطلع حق الشقة. لا يا عم ادفعوا الحارس حقه. خلاص احنا بندفعه. بارك الله فيك. نجح. بارك الله فيك. ايه هي الرئيس برد. رئيس رد عليه رد عليه وقول له بسلم عليك. بسلم. شو بده؟ اسمع احكي لي شركة حليم واخوانه ما عاد شايفه. بسلم عليك انا. سلم عليه بالله عليك. ولك الو ولك الو الو ولك الو. ايش حبيبي نور عيني انت؟ اشتقت لي؟ ولك الو الو. ببعت لك صورتي هلا اذا مشتاق لي. ها حبيبي ولك الو ولك الو. عندي جماعه بحكيك برجع لك. اسمع
أخوك 100% وزير إسكان. أنا عالقليلة عالقليلة سفير أو يعني قنصل. إذا مش سفير أو قنصل وزير خارجي. بمشي الحال. هذا وقد اجتمع المسؤولون في المقر الرئيسي. مين هالبيحكي يا زلمة؟ له ساعة سطل راسنا. شو مخبص قاعد؟ حدد السادة النقاط اللي يجب عليها. رئيس الوزراء مش عارفه يا زلمة. أنا هو رئيس وزراء، رئيس وزراء أي دولة؟ أنا عمي بتدخلش في السياسة، مين هذا؟ والرئاسة اللي كنت تحكي عنها وأخو الرئيس. هذه رئاسة اتحاد الكتاب يا سيدي. والرئيس اللي كنت تحكي معاه قبل شوي. هذا رئيس الاتحاد الكتاب أبو يوسف، أنا بشتغل مراسل في معرض الكتب، بدهم إيانا أصفت على الرفوف. نعم يا أخوي، نعم، صفت رفوف على الكتب، راح لل 200,000، 100,000 لجورج عازف الأرض. ومين للرئاسة؟ ادعيني شحكة يا حبيب! شحكة العالم يا حبيب! شحكة العالم يا حبيب! مش قلت لكم راح ابيعكم الليلة؟ هذا أبو يوسف. وش قال له؟ ولك قال له؟ عندي 2 أبايل شلحت مواعيهم. ولك قال له؟ ألو؟ عندكم شقق فاضية؟ في عنا، العمارة كلها فاضية. بدي 4 شقق للرئاسة. رئاسة مين يا أخوي؟ رئاسة الكونغ فو. هاي ولك علو ولك علو.